لأن اليمن يا سيدتي مقبل على فترة تقسيم مثل ما هي ليبيا الآن. يعني أنا ما أعتقد أنه يعني أثوارهم متواجدين بالفعل في الساحات، ساحات التغيير والتحرير في كل أنحاء اليمن. ولكن ما استشعرته أستاذنا عدنان عبد الرحيم أنك تخاف من أنه ربما قد يحدث هناك فرقة وخلافات حول فكرة المجلس الانتقالي، تريد أن تبقي على هذه الوحدة. يجب أن يظل الأمر بيد الثوار يا أستاذة دينا، الأمر بيد الثوار، الأمر بيد الثوار سيظل، يجب أن يظل بيدهم ويضغطون. الآن هناك حلول كثيرة في اليمن والأمور معقدة في اليمن جدا، لابد للثوار مثل ما بدأوا هذا المشوار أن يظلوا صامدين في هذه الميادين، لا يتحركون، أما لا ينخرطوا إلى أسلوب آخر. ليبيا تختلف عن اليمن وسوريا تختلف عن ليبيا، ولكن هناك تكتيك آخر أستاذ عدنان عبد الرحيم. هذا الفراغ وهذه الحالة التي عليها البلاد والقتال الذي ينشب هنا وهناك بالإضافة للظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، تحدثنا عن فكرة المجاعة وفكرة أنه بالنهاية الناس ستمل من هؤلاء الثوار ومن هؤلاء الواقفين لحال البلاد كما قد يعتقدون، وربما هو هدف لنظام صالح. هذا هو المخطط يا سيدة، المخطط عند هؤلاء المستبدين ماذا؟ هؤلاء اللي هو أعداء الثورة أن يثبتوا للسكان وللشعب المشاهد والمشارك أنه ستجوعون إن لم تثور، ستجوعون إن لم تدعو، وهكذا يجب أن يصبروا. لقد بدأوا طريقا، لا يعني هل هناك تراجع؟ أليس من الممكن أن يكون المجلس بقدراته مثلا على إدارة شؤون البلاد حائلا أمام هذا السيناريو؟ ستجوعون، ستكون هناك فوضى؟ ستكون هناك فوضى، والفوضى ما زالت موجودة في اليمن حتى الآن. أليس من الممكن أن يكون المجلس بسلطاته التي قد يقوم بها مسؤوليات أن يكون حائلا أمامها؟ أمامك الآن، الآن أمامك بضيفيك الكريمين هناك نمطان معارضة، شباب الثورة واللقاء المشترك. واللقاء كنا نسمع عن المفاوضات تمت بين اللقاء وبين عبد الله صالح وكذا وكذا، إذا هنا وهناك أصلا لسه أطراف أخرى موجودة. يعني ليس المجلس الانتقالي لم يتفقوا عليه حتى الموجودين الآن. نحن نقول إن الثورة إذا بدأت لابد أن تستمر في الميادين صامدة صامدة صامدة، ما دون ذلك فلا ستتدخل، لأن الأجندات اللي موجودة ما نريد، يعني واضح جدا، واضح جدا المصلحة السعودية، واضح جدا المصلحة الأمريكية في اليمن. شكرا جزيلا شاعرنا الكبير الأستاذ عدنان عبد الرحيم من عمان الأردن. دكتور محمد من المنوفية، صباح الخير، تفضل. صباح الخير يا مدام دينا، صباح الفل يا فندم وضيوفك الكرام. الحقيقة اللي بيحصل في اليمن بيفكرني بمصر بالضبط، يعني شباب معارضة تقليدية زي ال 24 حزب الشرعي اللي كان بيقول لنا عليهم الرئيس المخلوع وأخوانه، يقول مشاكلين في القائمة المشترك، والأستاذ علاوي بيقول إحنا بنبحث في الفكرة بقالنا 3 شهور. طب لما بتبحث في الفكرة 3 شهور، أمال إزاي هتخرج باليمن من أزمة 3 قرون بقى ولا إيه؟ أستاذ علي لازم الشباب يشكلوا المجلس المشترك ويبتدوا يشتغلوا. إنما فكرة الأستاذ عدنان بيقول عليها كل بلد له ظروفه، اليمن فعلا فيها فراغ سلطة دلوقتي، وكان لازم اللقاء المشترك زي ما قال الأستاذ علي يلتقط الخيط إن كان عايز يلعب سياسة، لكن للأسف لأن دايما الأحزاب لها، الأحزاب القديمة أو التقليدية أو زي ما بنقول لها حساباتها مع الدول الإقليمية أو القوى الدولية وغيره ومع النظام الحاكم نفسه. يعني أعتقد أن أعضاء المشترك لهم مصالح مع الرئيس علي عبد الله صالح ومع أبنائه. من هنا يجب على شباب الثورة في اليمن ان هم ما يعولوش كتير على اللقاء المشترك، ما ينتظروش منه شيء. يعني الحقيقة هو اللقاء المشترك واحزاب اللقاء المشترك طالما كان لهم دورا كبيرا ولا الثورة. نستطيع من قبل الثورة. هم الثورة، لا نستطيع ان نقول انهم الثورة، هم الثورة بالاضافة الى شباب الثورة. شباب هذا شباب الاحزاب. الاخ محمد، دكتور محمد، لا الناس لا تفقه، كان في كذبة كبرى تم تصويرها. طب اسمح لنا نشكر الدكتور محمد، بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد. تقول انه الشباب هم شباب الاحزاب بالاساس، جلهم وغالبيتهم ومن قتل هم المكون الحزبي الذي كانوا يقتحموا الصفوف الاولى، هم المكون الحزبي، وهناك عدد محدود من المستقلين. حتى الذي اعلنوا هذا المجلس هم اصلا ينتمون
لحزب الإصلاح، جلهم ينتمون لحزب الإصلاح وقياديين بعضهم مثل أخ توكل فيه. المسألة الصورة ليست بالشكل التي الوردي. أولا الثورات ليست نمط واحد في الدنيا كلها. الانقلاب العسكري يحسن، الثورة الشعبية غدانسك وبولندا قعدوا 5 سنوات حتى أسقطوا الحكم الشيوعي واستمروا. في اليمن قلنا ثورة سلمية، إذا أردنا أن نقلد النموذج الليبي يعني قتال، وهذا ما تجنبناه وندفع ثمن ويجب أن نتجنبه، لأن القتال يعني تقسيم اليمن وتجزئته ولن يبقى هؤلاء الشباب في الميادين. هذه واحدة. علي عبد الله صالح ما زال يملك جيشا مسلحا، جيش العائلة كبيرا موجود في المحافظات أو في كثير من المحافظات، وما زال يقتل في الناس. من الذي يدير هذا الجيش؟ يدير أولاده، جيش العائلة يقينا، ولديه أنصاره من أزلام النظام المستفيدين منه، وخاصة أنه قد ربط في أثناء حكمه أنسابا وأصهارا لا ثقل اجتماعي وألف القوات الأمن أيضا، يعني كلها هذه الأجهزة بيد أبناء 6 أو 7 نفس فرق القذافي. وهذا الفرق بين الثورة المصرية والثورة التونسية، أن هنا جيشا وطنيا، بالنسبة لنا الجيش جيشين، الجيش الجمهوري الذي أنضم إلى الثورة والجيش الذي كان قد بناه مع الأمريكان والسعودية والذي يحمي اليوم كل سلاحه، ربما جيش العائلة كما يطلق عليه البعض. وهذا الجيش لا يهمه إلا صنعاء، وهو يحيط بصنعاء كالسوار من كل مكان. هذه واحدة. الثانية، ليست الثورات أحلاما وردية، الثورات مسؤوليات، والثورات حسابات لما بعد الثورة وقبل الثورة. تبدأ بحلم ومسألة أوكي، الحلم كلنا حلمنا بها، واليمن النضال السني بدأ فيها من وقت مبكر قبل ثورة العظيم أبو عزيزي أو شرارة التي أطلقها. عندنا اعتصامات كانت مستمرة، عندنا الحراك السلمي في الجنوب من 2007 ودفع كثير من الشهداء، عندنا حرب قامت أيضا ضد المظلومية في صعدة. اليمن وضع مختلف، في نفس فك الارتباط. اليمن تاريخيا عنده مشكلة أن عندما يضعف المركز يعاقب الناس أنفسهم بالذهاب إلى التجزئة عبر التاريخ. ليس اليمن كمصر أو تونس أرض مسطحة واحدة. بالتالي الثورة السلمية استمراريتها والمحافظة على سلميتها بأشكال كمجلس وطني أو مجلس انتقالي لن تكون محل السلطة، بهذا المعنى أنها تطلب سلاحا أو تحمل سلاحا، هي فقط من أجل استيعاب سقوط هذه المناطق، إدارتها، استيعاب المستقبل، فرض أمر واقع على الأرض. الثورة لن تنهزم، الثورة لن تمل، هذه القوى السياسية موجودة، وتضمن أن وإلى هناك بعض الشباب مستعجلين، تضمن أن الشعب اليمني وقطاعات الشعب المختلفة أيضا لن تمل، لن تنقلب على الثوار في الميادين الذين قد يوحي البعض إليهم من أنصار نظام صالح أنهم يوقفون حال البلاد، يأخذونهم إلى مجاعة واقتتال وفقر مدقع. الانترنت اسرع على الدي اس ال مع اي ام دي اس ال، داونلود الاغاني والافلام والبرامج اسرع، وتشات مع صحابك وشيك ميلك اسرع، اتصل على 19910 وهات دي اس ال من اي ام. من انترنت مصر.